بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في جولة جديدة من جولات استوديو الأبطال. النهاردة هنقل لحضراتكم نهائي كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد الرجال، الأهلي والزمالك. النادي الأهلي تأهل بعد مباراة قبل النهائي أمس والفوز على رجاء أغادير، وأيضا نادي الزمالك تأهل أمس بعد الفوز على نادي سبورتنج المصري. مباراة النهاردة هي كلاكيت تاني مرة في أقل من أسبوعين. المرة الأولى الأهلي والزمالك على نفس الصالة، صالة الأمير عبد الله الفيصل، اللي اتلعبت في يعني منذ أقل من أسبوعين، وفاز بها النادي الأهلي وتأهل إلى بطولة العالم القادمة في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية. مباراة النهاردة مباراة مهمة، ليست فقط بطولة ولكن هي تأهلك إلى السوبر الأفريقي للعام القادم 2024. هي مباراة مهمة بكل المقاييس. النادي الأهلي استعد ليها جيدا. امبارح شفنا مباراة رجاء أغادير وإزاي مستر ديفيد ديفيز المدير الفني أراح بعض اللاعبين وشارك البعض وقت قليل عشان يجهزوا لمباراة اليوم. نادي الزمالك لعب مباراة امبارح كبيرة وعنيفة مع نادي سبورتنج، فاز فيها 25-24. النهاردة إن شاء الله نتمنى الفوز للنادي الأهلي عشان تكون ختامها مسك، دي آخر بطولة هياخدها هذا الفريق هذا الموسم. مش محتاج أفكر حضراتكم إن هذا الفريق هو بطل الدوري وبطل الكأس وبطل السوبر الأفريقي، وإن شاء الله سيكون النهاردة بطل أبطال الكؤوس الأفريقية. اللقب الخامس ليه إن شاء الله سيكون النهاردة، ونتمنى قلوبنا ودعواتنا مع الفريق ونتمنى له التوفيق بإذن الله. يعني منذ ساعات قليلة فريقنا فريق كرة اليد سيدات استطاع أن يحصد الميدالية البرونزية. أكيد عملوا اللي عليهم، أكيد تعبوا. إحنا طبعا في النادي الأهلي نسعى فقط للمركز الأول، ولكن ده لا يمكن أبدا أن إحنا ننكر مجهود هذا الفريق. يمكن هذا الإنجاز دوري وكأس وثالث أفريقيا لم يتحقق منذ 30 عام، عشان يصبح هذا العام عام يعني زي ما بيقولوا سعيد على الألعاب الأخرى. كؤوس كثيرة دخلت هذا العام دولاب النادي الأهلي، وأغلبها كؤوس يعني غالية علينا وكانت بعد منافسة كبيرة، وأيضا كؤوس إقليمية. نتمنى إن شاء الله كل التوفيق للرجال النهاردة، وأكيد بنقول للسيدات مبروك، عملوا اللي عليهم، في أحسن من كده إن شاء الله، ولكن يتبقى المشاركة، المشاركة أو استمرار المشاركة لهذا الفريق عشان يكسر حاجز الرهبة مع الفرق الأنجولية العتيدة، بريميرو دي أوغست وأيضا بيترو أتلتيكو الأنجولي. الفرقتين حصد المركز الأول والثاني، الفرقتين تقال جدا، عشان تقدر تكسبهم محتاج تنتظم في المشاركة، محتاج تنتظم بشكل جيد، مش بس انتظام النادي الأهلي ولكن انتظام المنتخب. الرهبة دي هتتكسر مع منتخب مصر الأول، لازم اللاعبات تشارك مرة واثنين وثلاثة أمام منتخب أنجولا. هو ده اللي عملته أو اللي عملته اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد كرة اليد، إن هي شاركت أو بدأت تستدعي أو بدأت تشارك أو تلاعب منتخب أنجولا، وشفنا تجربتين حصلوا منذ شهر تقريبا أو شهر ونص يعني في مصر، وملاقات منتخب أنجولا مباريتين، مباراة تقريبا انتهت بالتعادل ومباراة خسرها منتخب مصر. الرهبة هتتكسر لما نقابل الفرق والمنتخبات الأنجولية كثيرا، وهو ده خطة الاتحاد، وأكيد النادي الأهلي لن يبخل أبدا على هذا الفريق بالمشاركة أيضا والاحتكاك. مبروك المركز الثالث، إن شاء الله منتظرين المزيد والمزيد لهذا الفريق. هنروح لمباراتنا النهاردة، بس الحقيقة قبل ما نروح ونطلع الفاصل واستقبل ضيوفي، سجلنا مع اللاعبات بعد طبعا مباراة الثالث والرابع النهاردة والفوز على أوتوهو الكونغولي وحصد الميدالية البرونزية، سجلنا لقاءات عديدة مع اللاعبات بعد المباراة. أتفرج على هذه اللقاءات مع حضراتكم ونطلع لفاصل عشان استقبل ضيوفي عشان نبتدي كلامنا الفني والتحليلي عن مباراة الأهلي والزمالك اللي هتكون في تمام الساعة السابعة، ولكن بعد الفاصل. حابة أشكر كل فرقتي، تعبوا قوي السيزن ده، اللي احنا وصلنا له ده مش من فراغ، احنا تعبنا وربنا رضانا وحقق لنا اللي احنا كان نفسنا فيه. احنا كان نفسنا ان احنا نعمل حاجة أحسن، بس هي كبداية حاجة كويسة قوي. الحمد لله احنا كانت من الأول كانت طموحنا ندخل المربع عشان دي أول مشاركة لينا بقى لنا كتير. الحمد لله ربنا قدرنا ان احنا ندخل، كنا نفسنا نوصل الفاينل، الماتش امبارح كان قريب، بس احنا بنكتسب الخبرات واحده واحده، فالحمد لله ان احنا النهارده قدرنا نحصد البرونزيه، وان شاء الله البطولات الجايه تكون احسن ان شاء الله. هو احنا خدنا الاول، احنا استعدينا بكاس ودوري، لما خلصنا ابتدينا نركز على افريقيا عشان برده الموسم المحلي كان السنه اللي فاتت غايب علينا بطولتين، فبعد ما خلصناهم ابتدينا نركز في افريقيا ان احنا نعمل نستنى
نستمتع ونعمل احسن ما عندنا عشان نوصل لابعد حته، والحمد لله ربنا كرمنا وتعبنا اخر السيزون والحمد لله قدرنا نحصد البرونز. طبعا انا بهدي فوز ده لجماهير النادي الاهلي، الحمد لله احنا وعدناكم بميداليه، احنا طبعا كنا نفسنا ناخد اول بس الحمد لله على كل حاجه وقدرنا نعوض ده بمكسب النهارده. بحب اشكر الجهاز الفني، بحب اشكر اللعيبه كلهم، كلنا كنا الحمد لله على قد المسؤوليه، ونوعيكم ان شاء الله المره اللي جايه بميداليه ذهب باذن الله. البطوله كانت صعبه جدا، احنا اصلا بداخلين كنا محضرين لها من بدري، وكنا كان في قبليها كان في فاينلز كاس فاينلز دوري برضو، فخلصناهم وخدنا الحمد لله يعني اول في الاثنين، قفلنا نفسنا بعديها وكان عندنا بطوله مهمه، بطوله بعيده عن نادي بقالها كتير، بس احنا كنا متجهزين، احنا ان شاء الله عايزين نخش نعمل حاجه فيها، مش داخلين هو عشان احنا مجهز يعني منظمين ولا اي حاجه، داخلين ناخد مركز، ودي بعد تعتبر 30 سنه او اكتر ان نعمل نحقق مركز فيها، وماتشات كانت صعبه قوي، وماتش سيمي فاينل كان صعب، كان نفسنا نوصل اول وتاني بس ربنا ما اردش، خلاص فصلنا امبارح ودخلنا ان شاء الله، قلنا لازم ناخد الميداليه وعملنا ماتش الحمد لله وخدناه. جمهور النادي الاهلي اكيد كان واقف معانا في ظهرنا بعد حتى خساره امبارح ولا اي حاجه، كلهم كانوا في ظهرنا وشجعونا، قالوا لنا عادي اول خطوه لينا ومش تبقى اخر خطوه، وان شاء الله البطوله الجايه هنبقى محققين المركز الاول ومفرحه الجمهور بينا ان شاء الله. طبعا كنا نتمنى يبقى احسن من كده، المجموعه ما كانتش سهله خالص، لعبنا السيمي فاينل مع اللي هو واخد سوبر افريقي، الماتش كان صعب علينا جدا بس كان في الملعب في اخطاء كتير شويه من الحكام هي اللي اثرت علينا. لعبنا النهارده الحمد لله الفرقه دي كانت معانا في المجموعه ومذاكرينها من قبل كده، لعبنا عليها من الاول الجيم صح، قفلنا كل نقط القوه بتاعتهم بحيث ان احنا نكسب من اول الجيم. اهلا بحضراتكم من جديد، وان شاء الله المباراه هتقام في تمام الساعه 7، الاهلي والزمالك نهائي كاس الكؤوس الافريقيه، الفائز النهارده بيتاهل مباشره للسوبر القادم 2024. كل التوفيق للنادي الاهلي. قبل ما نروح لمباراتنا عشان نتناولها فنيا وتحليليا لكلا الفريقين، برحب بضيوف النجوم الكبار اللي منورني في الاستوديو. برحب بالكابتن ابراهيم سيد، نجم نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق، منورنا يا كابتن. اهلا بيك، ده نورك، ومتشكر قوي على الاستضافه، واهلا بالساده الضيوف، واهلا بالساده المشاهدين، وان شاء الله المباراه تكون جيده نستمتع بها كلنا ويكون نهايتها سعيده ان شاء الله لينا وللنادي الاهلي. برحب بنجم نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق ويعني مدرب الاجيال كابتن فوزي فضالي. اهلا بك يا كابتن فوزي. اهلا بك يا كابتن هيثم، وسعيد بتواجدي في بيتنا الثاني نادي الاهلي وقناه النادي الاهلي بالاخص، سعيد بمشاركه الزملاء وطبعا بحضرتك. اهلا بك يا كابتن، وبرحب بكابتن محمد عبد الله نجم نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق. اهلا بك يا كابتن محمد. اهلا كابتن هيثم، ومنورين، وان شاء الله تبقى ختامها مسك ان شاء الله باذن الله، والاهلي يكسب بامر الله ان شاء الله. برحب بنجم نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق وضيفنا العزيز الكابتن ياسر صلاح. اهلا بك يا كابتن ياسر. اهلا بك يا كابتن. محضر الدنيا يا كابتن. توقعاتك واللي احنا لسه يعني لسه الحاله ما جاتش، اول ما تيجي الحاله طبعا هننتظر دايما بنثق في تحليلك وبنثق في توقعاتك اللي دايما يعني بتبقى اقرب للواقع بشكل كبير. اجل ضيوفه طبعا ابتدي بكابتن ابراهيم، القامه الكبيره ومدرب الاجيال واللي تلمز على ايده الكثير من المدربين واللاعبين. شايف مباراه النهارده ازاي يا كابتن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني المباراة النهاردة ما هياش مباراة سهلة، الفرقتين أقوية جدا، فيهم عناصر كتيرة من عناصر المنتخب القومي، فهتبقى المنافسة شديدة جدا، خاصة أن اللقب ده مش بطل كأس الكؤوس، ده مش لقب سهل، فهيحصل عليها منافسة شديدة من كلا الفريقين، وان شاء الله تبقى المنافسه لصالحنا اذا اللعيبه بتاعتنا يعني ركزوا وكان ليهم اليد العليا دايما في احراز الاهداف. واكيد مستر ديفيز وكابتن محمد ابراهيم والبتاع ده قعدوا معاهم وشرحوا لهم كل حاجه وحددوا لهم ايه هي نقط القوه ونقط الضعف في نادي الزمالك وازاي يقدروا يحققوا النتيجه اللي احنا عايزينها، وانا اعتقد انها ان شاء الله هتبقى مباراه قويه، ولاعيبه النادي الاهلي دايما بتبقى عند حسن الظن ودايما بتحقق
امال الجماهير الاهلاويه، وان شاء الله هيبقى للدفاع الاهلاوي وحارس المرمى بتاعه كابتن طه عبد الرحمن طه هيبقى لهم دور كبير جدا في مكسب الفريق ان شاء الله. وعلى نفس الاساس برضو نفس يعني الاجنحه والخط الخلفي والخط الامامي، اكيد كل واحد فيهم مدرك اهميه المباراه ومدرك صعوبتها، وان كانوا حصل لهم مواجهات قبل كده، ثلاث مواجهات قبل كده وتحقق لهم النصر من خلالها، ده ما يديهمش الثقة الزايدة اللي بحيث ان هم يفرطوا في الثقة فممكن المباراة تجري منهم. فانا اعتقد ان هم لازم يركزوا في البداية، ولان البداية مهمة جدا وهي اللي هتدي ان شاء الله الطريق للمكسب بإذن الله. اشكرك يا كابتن. كابتن فوزي، يعني اكيد عند حضرتك كثير لتقوله، خاصة حضرتك تابعت مع الكباتن كلهم سير البطولة سواء للنادي الاهلي او نادي الزمالك. اتفضل يا كابتن فوزي. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا برحب بكل الاخوه الزملاء معايا في الاستوديو التحليلي. لما هاجي اتكلم عن مباراه الاهلي والزمالك، هي مباراه غير تقليديه، ما فيش حد بيقدر يتوقع النتيجه بشكل افضل، لكن هناك بعض الامور او الرتوش اللي بتبقى حوالين الفرقتين. فرقه الاهلي في الاونه الاخيره اسهمها افضل، مستوى الأداء أعلى، تغيير جهاز، إشراك مجموعة من اللاعبين صغار السن، بدأت تاخد تقف على رجليها أكتر. في المقابل الزمالك وهو منافس عنيد دائم لما بين الأهلي والزمالك، دائما المباراة بتبقى ليها حساسيات خاصة، افتقد مجموعة من اللاعبين زي سيف الدرع، زي يحيى الدرع، زائد الناس اللي متصابة عنده، لكن هو برضو نادي الزمالك فريق قوي، والمباراة دي لا تخضع للحسابات الرقمية فعلا. جوه الجيم الأكثر اللي عنده ثبات انفعالي أكثر هيكون هو الأقرب إلى الفوز بالمباراة. أتمنى طبعا فريق النادي الأهلي ينجح زي ما نجح قبل كده في تحقيق ثلاث بطولات، دي الرابعة أعتقد أنه مش هيفرط فيها بالسهولة، لأن دي تبقى خطوة كبيرة جدا لي في الجيل اللي موجود ده. وبالتالي لو جينا نرسم خط المباراة يبقى إزاي؟ الدفاع أولا وثانيا وثالثا. الدفاع الأول، إذا الدفاع عندك مظبوط وراء توفيق من حراسة المرمى، أنت مشيت 80% من المشوار طبقا للظروف اللي هي قدامنا في نادي الزمالك. لو انت حسبت الظروف اللي بيمر بيها نادي الزمالك وتغيير مدرب اثناء البطوله والكلام دوت، برضو في حاله عدم اتزان. في حاله عدم الاتزان ده بتحصل حاجه من الاثنين، لا تلاقي الفرقه اتلمت وقتلت بشراسه، لا تلاقيها استسلمت، او يعني بقى الماتش هات وخد. الغالب بيكون ايه يا كابتن وجهه نظرك؟ ما نقدرش يعني عشان اقول لك بعد 10 دقائق من الماتش. نعم. اديني 10 دقائق بالظبط هقدر اقول لك ايه اللي حاصل فعلا. ومع ذلك برضو بنقول ايه؟ مباريات الاهلي والزمالك لا تخضع للحسابات، المباراه السوبر انت وصلت الفرق لسبع اهداف. نعم. ورجع الفرق الهدف. والهجمه كانت مع الزمالك. بالظبط. نعم. فاذا معنى كده ايه؟ احنا بنقول بعض المعطيات نتيجة للشواهد اللي قدامنا، لكن هي مش اللي نقدر نجزم بيها نتيجة المباراة. المهم ان اولا طبعا احيي نادي سبورتنج وبقول له الف مبروك على المركز الثالث. نعم. لما يبقى الثلاث فرق من مصر ده شيء جميل جدا وشيء مفرح لكرة اليد المصرية، وان شاء الله ربنا يكلل مجهود فرقتنا النهاردة ويقدروا يحصلوا على البطوله الرابعه. اشكرك كابتن فوزي، وانا اضم صوتي لصوت حضرتك. الدفاع واحد واثنين وثلاثه، الدفاع ان شاء الله هو اللي هيحسم والتوفيق حراسه المرمى طبعا ان شاء الله. اشكرك كتير جدا. اشكرك يا كابتن. الله يخليك. كابتن محمد اكيد عندك الكثير تقوله، خاصه انت كاتب كلام كتير يا كابتن، وانا ممكن اغش منك يعني. وماله يا كابتن هيثم، مفيش مشكله. طبعا برحب بالزملاء في الاستوديو. طبعا مباراه خارج الحسابات تماما،
ومش أول مرة طبعا يحصل مواجهة بين الأهلي والزمالك. الظروف اللي اتحط فيها فرقة الزمالك الفترة الأخيرة يمكن عليها عامل كبير إن المباراة تبقى مش سهلة، بحيث إن هم طبعا تم إخفاق في مباراة السوبر، وكان حصل كذا دروب كده ليهم في الفترة الأخيرة، منهم إن هم ماشي المدرب بتاعهم. صحيح. وطبعا لاعبين احترفوا بره، فطبعا دوت مش سهل ان يبقى في اعتماد على لاعبين معينين ان هم ينقصوا مثلا في فتره معينه او يحصل دروب لفريق على حساب اللاعبين دولت، فلازم يبقى في تجديد باستمرار ولازم يبقى في احلال بدل اللاعبين اللي هم مش موجودين حاليا. طبعا المباراه طبعا صعب التوقع ليها، في طبعا نقاط اساسيه للفريقين، في مفاتيح اللعب للفريقين، اكيد المدربين عاملين حسابهم على مفاتيح اللعب بتاع للفريقين. حسم المباراه طبعا هتفضل المباراه سجال بين الفريقين لحد اخر الوقت، وصعب التوقع ان مين اللي هيبقى ليه الجلبه. الفريق اللي يقدر يفرض طريقه دفاع معينه ويقدر يوقف مفاتيح لعب الفريق الاخر هو اللي ممكن يبقى ليه اليد العليا ان هو يفضل مستمر طوال المباراه. بس حضرتك تتفق مع كابتن فوزي وكابتن ابراهيم؟ طبعا طبعا طبعا، بالذات هو رقم واحد واثنين وثلاثه في هذا الدفاع. هاند بول من غير دفاع يعتبر مش هاند بول، الهاند بول اساسا دفاع، ومن خلال الدفاع تقدر بقى تحط السياد بقى لطريقه هجوم معينه او طريقه شغل معين في الهجوم، ده يساعد. بس الفرقه اللي ما بتدافعش صعب جدا ان هي تستمر في المباراه. طبعا لازم يبقى في روح على طول موجوده، الروح تساعد طبعا، والحماس طبعا هيساعد طبعا الفريق اللي يقدر يتمكن ان هو يفرض سيطرته على المباراه، هو اللي يقدر يمشي بخطه ثابته خلال الوقت كله. تمام. فطبعا لازم المدربين يقسموا المباراه على حسب خط سير المباراه اللي هم عايزينه، ويفرضوا سيطرتهم من خلال تقسيم المباراه خلال الشوط الاولاني وخلال الشوط الثاني. طبعا حراسه المرمى عليها عامل كبير زي ما قلنا قبل كده. النهارده طبعا الزمالك بيشرك فلفل على حساب هشام السبكي كان في مباراه السوبر، فاعتقد ده يمكن هيبقى دي هيعمل يعني فرق، هيعمل فرق احسن يعني مع نادي الزمالك. ده لا يقل ابدا بالسوق، يعني هو حارس مرمى جيد يعني. طبعا هشام برضو، بس يبقى يعني في حارسين كويسين. دي هشام لعيب كويس جدا وحارس مرمى ممتاز، وانا عارفه عن قرب يعني، بس يمكن فلفل بيحاول ان هو في مباراه الاهلي يبذل اكثر ما عنده شويه، فبيظهر بالظبط كده. نعم. وخلينا اوضح للساده المشاهدين ان نادي الزمالك تم تغيير الجهاز الفني قبل بطوله افريقيا مباشره بعد خساره السوبر من النادي الاهلي، تم تغيير الجهاز الفني، واللي بيقود نادي الزمالك النهارده او القائم باعمال المدير الفني احمد رمضان هتلر اللاعب السابق في نادي الزمالك ومنتخب مصر، وطبعا المدير الاداري المخضرم الكبير كابتن حماده عبد الباري. اجي لك كابتن ياسر، يعني لا انت عندك كلام كتير يا كابتن ياسر. حبيبي والله يا كابتن. حبيبي يا كابتن. طبعا احنا بنتكلم على ماتش الاهلي والزمالك، هو دي حسابات خاصه، ده شيء من اتولدنا عليه. بطوله لوحدها. لو هنرجع للتاريخ كده للموسم دوت، هنشوف ان الزمالك لعب اول مباراه كان لسه الخواجه واصل، خسرنا اول مباراه، المباراه اللي بعدها انت كسبت، اللي بعدها كسبت، اللي بعدها كسبت. طبعا انت بتكسبش صدفه طبعا، اكيد اتفق معاك. لعبتنا على خبره عاليه جدا وانا واثق فيهم. وهو نفس الكلام، عنده لعيبه كويسه وعلى خبره عاليه. أنا أتميز باللعب الجماعي، ما عنديش الأوحد، يمكن الكلام ده أنا قلته امبارح. ده بيديني دافع، النادي الأهلي عنده دوافع كتير، الماتش على أرضه بدورة أفريقيا هتبقى للمرة الثانية على التوالي، ده هيعمل تحدي للعيبة،
ويمكن ماتش امبارح كانت الناس قلقانه منه، لا انا مش قلقان منه خالص. اي حد عنده ماتش تقيل تاني يوم لازم يشتغل بالشكل اللي اشتغل عليه ديفيد، ازاي عرف يعمل روتيشن ما بين الفرقه، يمكن كل لعيب حوالي لعب 15 دقيقه مش ازيد، مش هيسا بس اللي يمكن لعب 25 دقيقه في الشوط الاول كان اكتر واحد، يمكن كان اكتر واحد هو عمله بدل ما يبقى على شوطين خلاها له شوط واحد وريحه الشوط الثاني تماما صح. طه نفس الكلام، المصري ما لعبش خالص، المصري ما لعبش خالص. فاللعيبه دي لا واقفه على رجليها وانا عندي ثقه جامده فيها، مش عايز اقول التوقع دلوقتي، لا انا مش عايز توقع بس هقول لحضرتك شايف سير المباراه. طبعا جماهير النادي الاهلي كله طبعا دلوقتي قاعد بيتابعنا وبيفكر هل هيحصل زي ما حصل في السوبر، ممكن نفرق بشويه اهداف كويسين تامننا من اي كومباك نادي الزمالك، ولا شايف الجيم ممكن يمشي كلوز جيم؟ يعني السيناريو المتوقع، التوقع صعب نتيجه المباراه، ولكن السيناريو المتوقع من وجهه نظر حضرتك ازاي هيحصل ان انت هتفرق في الاول نتيجه الماتشات اللي فاتت، مكسب اللي فات كله، نتيجه ان برضو تغيير المدرب مش عامل مش هيفرق لان هو كان ماسك مدرب عام للخواجه. بالعكس احنا لو اتفرجنا على ماتش سبورتنج والزمالك هلاقي كان في مشاكل كتير قوي ما بينهم وبين بعض، مفيش سيطره. الكلام ده كله طبعا فرقتنا بتتفرج عليه تقدر تشوف خواجه بتاعنا عنده حلول المواقف ودي ما كانتش موجوده عندنا، بمعنى انه بيعرف يبص للملعب وفي 3 4 دقائق او 5 دقائق بيغير فكره تماما صح. ده حد ذاته بيلخبط اي مدرب قدامه، يعني في مدربين بتاخد وقت بيكون خلاص المباراه سحبت منك وعبال ما بتلم بتبقى في مشكله نعم. لا الراجل ده بيعرف ياخد موقف، بيعرف يحل مواقف كتير، اعتقد ان ده هيبقى من مميزات النادي الاهلي. دفاع طبعا كلنا متفق عليه، عندنا لعيبه زي ما بقول لحضرتك مستوى عالي، احنا عندنا نتميز بسرعه ويمكن عملناها في ماتش السوبر وعملناها في الماتش اللي فات. اعتقد في الوقت الحالي ان مفيش فرقه بتقدر تقف قدامك في سرعه اول 8 دقائق بالظبط، لو تتفرج عليهم هتلاقي ان احنا كنا بنلعب فاست بريك في سرعه، في واحد ماسك الملعب، عندنا خبرات ماسك الملعب رغم كبر سنها، انا شايف ان طول ما هو بيدي هيقدر يدي، والكلام ده حصل امبارح ان هو الشوط الاولاني ما كانش موفق لانه زي ما بقول لحضرتك في ناس كانت بتفكر كتير قوي في المباراه بتاعت الزمالك صحيح. في الشوط الثاني اعتقد ان هو مسك ملعبه كويس، عارف يروح للجون كويس، اعتقد ان هو هيبدا بيه النهارده، اعتقد ان هيعمل السرعات اللي احنا مطلوبه منه، ده في حد ذاته انا شايف مكسب للنادي الاهلي. وزي ما بقول لحضرتك عندنا دافع كبير جدا على ملعبك وسط جمهورك، النادي الاهلي مطالب ببطوله واعتقد احنا قدها وان شاء الله خير ان شاء الله ونفرح كلنا النهارده. كابتن رياض اجي لحضرتك، في عامل متغير ما بين مباراه السوبر ومباراه اليوم وهو علي زين. علي زين شارك في فترات ليست بالقليل وليست بالكثير ايضا، يعني هو شارك بعد 10 دقائق حتى لما سالوا مستر ديفيد ديفيدز بعد المباراه ويعني قالوا له، يعني مراسلين قناه النادي الاهلي سالوه يعني احنا كنا ليه مشاركش يعني من البدايه علي زين، قال لك انا عايز علي زين يشارك من البدايه زيكم برده، بس هو ان انا يعني استنيت عليه وبدات بالتشكيل. غياب علي زين النهارده شايف يفرق ولا البديل جاهز؟ وفي نفس الوقت مشاركة أحمد وليد، يعني السؤال شقين، الشق الأول ألا وهو علي زين، والشق الثاني مشاركة أحمد وليد معانا في البطولة دي، هل استوى؟ هل يقدر النهاردة يشيل مع حميد لو احتجنا له؟ مع طه أنا آسف. أنا آسف يا كابتن، معلش أنا آسف، هضطر أقطع حضرتك وأعرف الإجابة بس لازم نروح حالا لمراسلنا في أرض الملعب لأن إحنا واخدين وقت قليل جدا جوه الملعب عشان ننزل فيه، فلازم أروح لكريم أحمد ومريم سميح عشان ننقل لحضراتكم كالعاده الاجواء او اجواء ما قبل المباراه. اتفضل يا كريم. خلينا الشاشه شغاله يا رئيس. اي
بعيد على جمهور النادي الاهلي، لحظات بسيطه جدا وتنطلق مباراه الاهلي والزمالك اللي الكل منتظرها، يعني ترتيبات وتحضيرات نجاح البطوله كالعاده، يعني امور رائعه جدا نتكلم فيها طبعا مع الكابتن مريم. لكن في البدايه اقول لك يا مريم طبعا النهارده مباراه صعبه، مباراه ان شاء الله باذن الله تليق باسم النادي الاهلي، حطينا في الاجواء وشايفه السعاده النادي الاهلي الزمالك. برحب بيك طبعا يا كريم في البدايه، برحب بيك يا كابتن هيثم، وبرحب بكل نجوم الاستوديو الكرام، طبعا نجوم استوديو الابطال كابتن ياسر صلاح، كابتن محمد عبد الله، كابتن فوزي فضالي، وكابتن ابراهيم سيد. برحب بكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. زي ما قال طبعا زميل عزيز كريم احمد، اكيد مباراه هامه جدا، مباراه داخلها النادي الاهلي بمعنويات مرتفعه بعد حصوله طبعا على كاس السوبر الافريقي، يمكن في مباراه يعني فات عليها أقل من أسبوعين، فأكيد المعنويات مرتفعة جدا. أدى أداء الحقيقة مشرف طوال فترة بطولة كأس الكؤوس الإفريقية تحديدا النسخة 39، طبعا الجمهور فارق جدا يا كابتن هيثم، وجوده النهارده داخل ارض الملعب اكيد فارق بشكل كبير جدا. الحقيقه ان هم بداوا التوافد يعني منذ عدد كبير من الساعات الى مقر النادي الاهلي بالجزيره، والحقيقه ان تم دخولهم الى ارض الملعب يعني منذ ما يقرب ساعه تحديدا. طبعا امبارح كان الموقع الخاص بطرح التذاكر قد اعلن انتهاء كل التذاكر الخاصه بجماهير النادي الاهلي علشان يؤازروا النهارده طبعا لعيبه النادي الاهلي. يمكن عايزين نتكلم كمان قبل بدء هذه المباراه كان في طبعا تتويج ل طبعا الثلاث مراكز الاولى للسيدات النسخه 39 من بطوله كاس الكؤوس الافريقيه سيدات، والحقيقه كان يعني تكريم محترم جدا. طبعا تم يعني تتويج النادي الاهلي ببرونزيه هذه البطوله، المركز الثالث طبعا بعد يعني ما يقرب من 30 سنه لم يصلوا لهذا الانجاز، والحقيقه كان منظر مشرف جدا. وطبعا تم تكريم اصحاب المركز الاول والثاني طبعا يعني الابطال بيترو اتلتيكو من انجولا، والمركز الثاني بريميرو دي اجوستو ايضا من انجولا. بالتاكيد طبعا يا مريم يعني كل التحيه والتقدير للجهاز الفني واللاعبين واللاعبات على ادائهم المميز جدا، يعني 30 سنه لكن احنا ما بنشاركش بشكل كبير يا كابتن هيثم انت عارف، او بشكل مستمر يا مريم، عشان كده لو شاركنا في فترات كتيره نقدر نحقق نتيجه ايجابيه، لكن هنطلع من السيدات للرجال بقى ان شاء الله باذن الله. دلوقتي الهدف الاهم بالنسبه للفريق النادي الاهلي هذه البطوله، يعني يمكن النادي الاهلي 2021 حصل على هذه البطوله في المغرب على حساب وداد سماره، بطوله بتكون قويه جدا، لكن النهارده هو المنافس التقليدي يا مريم لنادي الزمالك، عشان كده بيبقى ليه حسابات مع الجماهير، حسابات مع لاعبي النادي الاهلي، مع الجهاز الفني، مع مجلس الاداره. النهارده ان شاء الله باذن الله بنتمنى روح الفانيله الحمراء والجهد والاصرار المعتاد على لاعبي النادي الاهلي مش بعيده، لكن لابد يكون في تركيز كبير يا مريم. وكمان انت اتكلمتي على الجمهور، جمهور النادي الاهلي وجمهور نادي الزمالك، يمكن الالعاب كلها هي بتحتاج الجمهور، عشان كده النهارده بننتظر التشجيع المثالي من الجمهورين. توفيق ربنا ان شاء الله بنتمنى يا مريم يكون معنا باذن الله. اكيد طبعا ان شاء الله يا كريم. ويمكن خليني كمان اتكلم عن دور مجلس اداره النادي الاهلي في دعم طبعا فريقه، لان الحقيقه النهارده مباراه صعبه جدا يا كابتن هيثم بكل المقاييس، ما نقدرش ان احنا نقلل ابدا من صعوبه هذه المباراه امام نادي الزمالك. اكيد نادي الزمالك عايز يعوض خساره كاس السوبر الافريقي امام النادي الاهلي، وده الحقيقه الدافع اللي هم داخلين بيه النهارده. ولكن على الجانب الاخر النادي الاهلي الحقيقه استعد بشكل يعني قوي، يمكن كانت كل المباريات الماضيه يعني يمكن بمثابه بروفا طبعا، لان ما بيبقاش فيه مران قوي زي ما احنا عارفين في مثل هذه البطولات، كل طبعا يعني بيبقى الاعتماد على الريكفري والعمليات الاستشفائيه. ولكن الحقيقه ان البروفا طبعا اثبتت ان النادي الاهلي قادر ان هو يحقق النهارده البطوله. ان شاء الله ان شاء الله نكون موجودين معاك يا كابتن هيثم عقب طبعا انتهاء هذه المباراه، ونحتفل مع كل جماهير ومشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي بحصول النادي الاهلي على كاس طبعا الكؤوس الافريقيه في نسختها 39. والحقيقه ان زي يعني ما زميلي كريم اتكلم عن دعم الجماهير، ايضا مجلس الاداره اكيد طبعا يعني في المقصوره اكيد هيكون حاضر عدد كبير جدا من اعضاء مجلس الاداره، زي ما احنا متعودين دايما بيكون طبعا يعني على راسهم النائب طبعا يعني اكيد العمري فاروق نائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، وايضا كابتن خالد العوضي مدير عام النشاط الرياضي اللي شفناه حاضر بقوه كريم خلال طبعا الايام الماضيه. طبعا يعني يا كابتن هيثم دي كانت كل الاجواء من داخل صاله عبد الله الفيصل من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. العوده ليك مره اخرى كريم ومريم، بشكركم شكرا جزيلا. وخليني اقول لكم يا بختكم هتخلصوا الاجواء وهتطلعوا المدرجات تشجعوا النادي الاهلي، كان نفسي اكون معاكم بس احنا هنشجع من هنا من الاستوديو، وان شاء الله نفرح مع بعض بعد اللقاء. بشكرك يا كريم، بشكرك يا مريم، كنتم متالقين. اعزائي المشاهدين زي ما شفتوا حضراتكم الصاله مليانه، الصاله مليئه بجمهور النادي الاهلي واكيد بجمهور نادي الزمالك اللي بيقدر يخش الصاله بكل سهوله وبكل يسر، وبيقدر ينصرف ايضا بكل سهوله وبكل يسر، وبيشجع فرقته، وهو ده النادي الاهلي، النادي الاهلي الكبير، النادي الاهلي الحقيقه اللي دايما بيضرب المثل في كل شيء، والتزامه بالقوانين والتزامه باللوائح والتزامه بكل شيء.
النهارده الاهلي والزمالك اتلعبت مباراه السوبر الحمد لله ومرت بسلام، وكان يعني اجواء جميله. ونفس الكلام النهارده بيتكرر، شفنا الصور منذ قليل في دخول جماهير نادي الزمالك الى صاله الامير عبد الله الفيصل بكل سلاسه وبكل سهوله، ونفس الكلام بالنسبه لجماهير النادي الاهلي اللي دخلت ايضا الصاله. وهو ده زي ما قلت لحضراتكم، النادي الاهلي يتبقى شيء واحد ننتظره جميعا، وهو التوفيق، التوفيق للفريق. محتاجين نفرح النهارده، مجلس اداره تعب، نشاط رياضي تعب، اللاعبين والجهاز الفني وكل من في منظومه كره اليد تعبوا. ان شاء الله ربنا يختم لهم بخاتمه السعاده النهارده بالفوز في اخر بطوله. وخليني اقول لكم ان دي اخر بطوله، اخر بطوله في العاب الصالات داخل مصر، يتبقى بطوله واحده الا وهي الباسكت بول افريكان ليج اللي هتنطلق يوم السبت ان شاء الله، اولى مباريات النادي الاهلي مع بطل انجولا، واللي هنسافر ان شاء الله النهارده، او الفرقه هتسافر النهارده، او يمكن سافرت خلاص راحت يعني العاصمه الروانديه. عايز اقول لحضراتكم انه يا رب نهايه الموسم النهارده تكون نهايه سعيده، حتى دي اخر مباراه سوبر الابطال نقلها لحضراتكم هذا الموسم، ولكن ان شاء الله نتمنى انها تكون يعني خاتمه مسك او ختامها مسك. ارجع لك يا كابتن، احنا كنا بنتكلم قبل ما نروح طبعا لكريم ومريم عن غياب علي زين وعن احمد وليد بالخصوص، لانه كان مع السوبر ما كانش لعب مع نادي الاهلي ولا مباراه فما لعبش، انما النهارده هو شارك في مباراه كامله لعبها مع النادي الاهلي في اثناء البطوله، فاكيد ممكن نشوف النهارده مستر ديفيد ديفيدز بيدفع عليه. عايز اشوف حضرتك تعليقك على علي زين واحمد وليد. بالنسبه لعلي زين، هو طبعا لعيب كبير جدا ولعيب قوي، اكتسب من الخبرات ومن القدرات البدنيه والفنيه اللي عنده خبرات جامده جدا. وجوده في وسط النادي الاهلي طبعا بيديله قوه في وسط الفريق، ولكن عدم وجوده مش هيأثر، ولكن وجوده كان هيزيده قوه. واكيد ده مستر ديفيز راعي كده وجهز لعيبته وجهز ولاده ان لازم يكون عنده البديل القوي اللي لما في واحد يتاخر بيحط مكانه بعنده التاني اللي يقدر يشيل مكانه. فعنده من البدلاء، عنده عبد الرحمن فيصل بيشغل في نفس المكان، عنده شهاب عبد الله بيشغل في نفس المكان، وممكن كذا لاعب ممكن يلعب في نفس المكان. وده توفيق من ديفيد، لان ديفيد مش من النوع اللي هو بيعتمد على لعيب واحد، لانه بيعتمد على المجموعه ككل، زي ما قال كابتن عبد الله المجموعه والكابتن ياسر، ان الفريق بيلعب بروح الجماعه وليس بروح الفرد او لعيب واحد، وده اللي يمكن بيميز النادي الاهلي. بالاضافه ان هو ديفيز كان مهتم جدا بالبدني بتاع اللاعبين اللي يديله مده طويله في الملعب بدون شعوره بالاجهاد او التعب، وده ممكن هيفرق كتير مع في المباراه دي، ان النادي الاهلي بيعتمد على السرعه واللياقه البدنيه اللي ممكن تبقى ازيد شويه عن لعيبه نادي الزمالك، واللي هيكون ليها العامل الاكبر في اللي ان شاء الله في تحقيق الفوز والمكسب وكده. اما بالنسبه للحارس المرمى احمد وليد فهو ولد واعد، مستقبله كويس، حقق مباريات كويسه في الدوري، وعشان كده النادي الاهلي لما اختاره يبقى رفيق معاه بعد اصابه حارسنا الجميل عبد الرحمن حميد كان موفق، لان الولد دخل في وسط الفرقه لانهم عارفينه ودخل معاه وتفاعل معاهم، وكان مشاركاته في المباريات اللي لعبها كانت مشاركات ايجابيه. وان شاء الله يكون سند لطه في المباريات في الاوقات اللي هي مش عايزين نقول ان هو طه يبقى مش موفق، لا احنا عايزين طه ووليد يبقى الاثنين احمد وليد موفقين، وان شاء الله هيكونوا ليهم دور كبير جدا في احراز البطوله للنادي الاهلي ان شاء الله. يا كابتن فوزي، اجل حضرتك يعني يمكن هاخد راي كابتن الكبار في مجموعه من اللاعبين ودورهم. فيا كابتن فوزي، انا النهارده محسن رمضان والمصري الاثنين، يعني يمكن محسن رمضان ليه يعني مهام دفاعيه وهجوميه، المصري مهام دفاعيه فقط، ولكن الاثنين لهم دور دفاعيه ولازم يكونوا متواجدين بقوه، شايف دورهم النهارده ازاي؟ بالاضافه طبعا لدور محسن رمضان في الناحيه الهجوميه من التصويبات اللي بعيده من 9 و7 حتى لو وصل للسته، شايف دورهم النهارده ازاي يا كابتن؟ طيب احنا اتفقنا في بدايه الحوار ويمكن اتفقنا كلنا مع بعض ان الاساس هو الدفاع. نعم. ودي ميزه في محسن رمضان ان هو مهاجم ومدافع. وعايز اقول ان في ميزه برضو للمصري لان هو بياخد الشق الدفاعي فمركز في حته واحده بس.
والهما الاثنين بيلعبوا في الاتجاه اللي فيه قداح، وهو اخطر مصوب في نادي الزمالك. في نادي الزمالك يعني عنده قدره ان هو بيوصل لمسافات طويله بعيده، بيشوط من مسافات بعيده، ايديه مظبوطه جدا على الجون ما بين الثلاث خشبات. فاذا هم اصبح على عاتقهم الاثنين يقابلوا قداح، مقابله سواء هو او ثلاثه اللي الناحيه الثانيه، اللي هو غالبا انا متوقع ان هيكون عبد الرحمن فيصل، هيبدا بعبد الرحمن فيصل. والاثنين هضمين بعض كويس قوي، فلما بتقول ان الثلاثه دول بيشكلوا جبهه في الناحيه ديت، اذا نجحت الجبهه دي للسيطره على التصويب من بره، هيبقى بعد كده اللي متبقي للزمالك مودي بيصوب على فترات اذا لعب، محمد علاء بيتعامل مع الاختراقات اكتر ورؤيته للعيب الدايره كويسه، والناحيه الثانيه بيبقى فيه ابو الفتوح او احمد الاحمر. نعم. اعتقد ان دي هتسهل ماموريه الدفاع بشكل افضل اذا احسنوا غلق المساحات. نعم. انت عندك خطوره الزمالك زي خطوره الاهلي بالظبط، عندهم في اكرم يسري في الوينج سواء بكار او دودو مؤمن صفا، الاثنين وينجات اجنحه كويسه، اذا جت فرص من مسافات صغيره هيسجلوا، وانت عندك نفس الكلام. فاللي هيقدر يسيطر على الوينجين ما يخليش الكوره توصلهم ويقفل منطقه النص، اعتقد ان هتكون لي فرصه اكبر في اتليست ان هو ما يخشش فيه اهداف بسيطه ولا سهله، وده بيستهلك من طاقات اللاعبين. يعني لو الهجوم لما بيزيد وقته بيتم استهلاك اللاعب سواء المدافع او المهاجم. هتفق مع كابتن ابراهيم ومع المجموعه انك انت عندك بدلاء كثر في المراكز، فبتقدر تغير وخاصه في التشكيلات الدفاعيه. يعني اوقات كتيره جدا شفنا خلال البطوله دي بنلاقي عبد الرحمن فيصل وجنبه مصطفى خليل، ياسر وجنبه مصطفى خليل، وياسر وجنبه عبد الرحمن فيصل، والمصري وجنبه مصطفى خليل. يعني اذا معنى كده اللي هي اللي انا بتكلم على مركزين ثلاثات اللي هم روح الدفاع الموجود اللي بيستخدمه، اذا اللي هم بيدافعوا عنده تشكيله، يعني حتى لو حد حس بالاجهاد شويه او حصل ضغط عليه، ما اصبح المشكله اللي عندي اللي مكانه مش اقل منه دفاعي. بالمره واحنا اتفقنا ان الدفاع ثم الدفاع ثم الدفاع والتوفيق في حراسه المرمى هم الاول خطوه في انك تستطيع انك تكسب المباراه دي. اشكرك يا كابتن. اجي لكابتن محمد. يمكن الاجنحه الونجات النهارده عليهم دور كبير، خاصه ان مستر ديفيد ديفيدز بقى بيرجع للفاست بريك والكونتر اتاك، وزي ما تفضل ضيوف الاعزاء كابتن ابراهيم وكابتن فوزي، حته الدفاع والانطلاق فاست بريك من على الاجنحه. عندنا النهارده كاستيلو سيسا، انا مش عايز انسى حد، يعني كل الاجنحه النهارده ليهم دور كبير. شايف دورهم النهارده ايه سواء هجوميا ودفاعيا؟ طبعا ليهم عامل كبير جدا، خاصه ان ما فيش حد بيشارك في المباريات اللي فاتت على حساب حد. يمكن مستر ديفيز كان بيقسم الوقت بتاع المباريات كله بحيث ان كلهم يديهم احمال متساويه، وهما غالبا يعني عند ناحيه الرايت في عمر كاستيلو وعمر سامي ما يقلوش عن بعض كتير، الناحيه الثانيه احمد هشام سيسا وعبد العزيز ايهاب، الاثنين برضو ما شاء الله موفقين جدا وكويسين. النادي الاهلي طبعا بيعتمد على الانطلاقات بتاعه الفاست بريك او الدفاع القوي ومع الفاست بريك، وده بيساعد مستر ديفيز على اساس ان هو يعتمد على الونجات بتاعته، وهم فيهم ميزه كويسه فعلا ان هم يمكن التصويب بتاعهم او نجاح في التصويب، النجاح بتاعهم في التصويب يعني ما فيش اضاعه للفرص كتير. صحيح. يعني ودي 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 حاجه كويسه بتبقى الفرص اللي بيجيله بيحطها، دي بتبقى حاجه كويسه ظاهره على الفريق ككل لان هم بيستثمروا كل الفرص اللي بتتاح ليهم. خلي بالك برضو احمد هشام بقى له دور كبير في ضربات الجزاء كمان، يعني سيسا او عمر كاستيلو، عمر كاستيلو وعمر سامي الاثنين بيشوطوا، بس اكتر كاستيلو بقى هو المصوب الاساسي لينا في ضربات الجزاء بالظبط، وهو نجح بشكل كبير. انا ما شفتلوش الحمد لله حتى الان،
حتى اضاعت لضربه جزاء. خلي بالك دي نقطه مهمه جدا، هو دي احنا كنا بنضيع ضربات جزاء. هي دي ميزه عند كاستيلو انه فعلا مصوب جيد في ضربات الجزاء، ودي اللي اكتشفها مستر ديفيد ديفيز. هو دور بين اللعيبه مين اللي يقدر يعتمد عليه. هو موجوده من قبل كده عنده، هو ميزه بتبقى موجوده عنده مع المدربين اللي كانوا قبل مستر ديفيز كمان. بس طبعا في حاجه تاني، طبعا العامل بتاع الدفاع بتاع ابراهيم المصري ومحسن رمضان وجنبين الناحيه الثانيه فيصل، ده طبعا عليه عامل كبير ان هم يقدروا يقفلوا حته النص دي قدام حسن قدح. ولو احمد الاحمر طبعا بدا اللقاء، فهم يمكن قالوا الحته ديت في مباراه السوبر شويه ولعبوا على حسن قدح كويس. دي انا اسف يا كابتن، دي لقطات من مباراه السوبر. دي مباراه السوبر يعني، بس مفكر الساده المشاهدين بسير مباراه والقوه اللي لعب بيها النادي الاهلي هذه المره اللي نتمنى نشوفها النهارده. دي لقطات من مباراه السوبر، نتمنى محسن رمضان نتمنى تتكرر اليوم باذن الله. اتفضل. المدرب طبعا بيفرق معاه كتير، طبعا لما يكون في جاهزيه من اللعيبه بتاعته كتير موجوده على الدكه فبيقدر ان هو يقدر يغير على حسب سير المباراه التشكيلات الامثل اللي يقدر يهاجم بيها او يدافع بيها. ودي طبعا في فرق فيها بين فرقه الاهلي والزمالك، على اساس ان فرقه الاهلي عندهم ما شاء الله دكه كويسه وما تقلش في المستوى بين في الملعب واللي بره الملعب. اكيد، وده اللي ان شاء الله نتمنى نشوفه النهارده، ونتمنى كل اللعيبه تبقى فورمتها. كابتن ياسر اجل حضرتك، في مجموعه من اللاعبين لهم دور كبير جدا، عندنا مهاب سعيد بالرغم من سنه الصغير ولكن بينزل يعمل الفارق، عندنا ياسر سيف نفس الكلام بالرغم من سنه الصغير ولكن ايضا بيعمل فرق، عندنا اثنين لعيبه مهمين جدا في نفس الوقت، عندنا اسلام حسن مايسترو الفريق وكابتنه، عندنا كمان احمد خيري. الاربع لاعبين دول لهم دور كبير جدا في ضبط الايقاع النهارده في المباراه. كابتن شايف ده ازاي؟ طبعا اسلام نمره واحد، بيعرف ازاي يمسك ملعب، بيعرف ازاي يهدي الملعب، بيعرف ازاي يسرع الملعب في الاوقات اللي مطلوبه منه، زي ما بنقول رمانه الهجوم. عندنا برضو يمكن حاجه جديده ويمكن ظهرت مع ديفيد، ان اسلام دايما مع كل معظم المدربين كان اسلام ما بيدافعش، كان بيغير. اسلام لو هنفرج عليه الفتره ديت، وده شيء بصراحه مش عارف الجرأه دي جت ازاي، وده اكيد لياقته، دي جت بالتمرين، من التمرين ده مره تسمح بذلك ان هو يدافع في اثنين مش في واحد كمان، يعني دي حاجه صعبه. ويدي المباراه ويكملها للاخر، ده طبعا حاجه كويسه جدا، بيرجعنا الاسلام بتاع زمان. بقاله فتره كان الناس بتقول مستوى مذبذب، لا النهارده انت عندك اسلام من ساعه ما بدا الدوري لغايه الماتش اللي احنا هنخشه مستوى ثابت، لياقته ثابته. عندنا احمد خيري، لعيب مجتهد، لعيب بيعرف ازاي يحافظ على كورته، بيعرف يشتغل ازاي مع الدوائر، بيشتغل مع ياسر سيف وبيشتغل مع محمد عادل، احمد عادل سوري، بيعرف يشتغل معاهم ازاي وبيعرف يركب برضو الباكين الطرفين بتوعنا. ده ليه طريقه لعب، ده ليه طريقه لعب، وميزوا ان هم مختلفين عن بعض شويه. ده بيعرف ازاي، يعني احمد خيري عنده فنت غريب شويه، يمكن هو ده اللي هو لعيب منتخب طبعا مع اسلام طبعا، بيعرف ازاي يعملها وبيعرف يفضل بيعرف يضم الناس عليه وبيعرف يسيب الكره كويس. اعتقد ان الوقت ده وقت احمد خيري ووقت اسلام. مهاب احنا يمكن اتفرجنا عليه الماتشين اللي فات، وكان ديفيد استغل مهاب واستغل محسن رمضان في القطعه، وما كانش حد بيعرف يقابلهم ويعرف يوقفهم. اعتقد ان هو النهارده هتختلف شويه، ان هيبقى في شوط من بره كتير. صحيح. يمكن هم في الشوط الثاني في ماتش الزمالك مهاب او محسن رمضان شاطوا من بره، خلص الشوط الاولاني، خلصوا الماتش، يعني الشوط الاولاني كان بيقطع بياخد الملعب كله، لا في الشوط الثاني خلاه يطلع من فوق، وده ما بيجيش من فراغ، بتيجي بالتمرين. الشوطه كانت الحمد لله موفقه، وان شاء الله يبقى النهارده موفق. عندي ياسر سيف علامه استفهام، بسم الله ما شاء الله، صغير في السن
مدافع جاي، مدافع جاي، مدافع جاي. مفاجأة الدوري كله صحيح. بالسوبر، بالماتشات الداخلة، ان هو يعمل موسم بالشكل ده في وسط ناس عالية مستوى جدا زي احمد عادل، لعيب منتخب، دايرة تقيلة، دايرة ليها اسمها، ان هو يعرف يخش في وسط الناس دي. دفاع منتخب شباب خلي بالك، يعني هو عنده بس كاس عالم شباب، بطل عالم شباب، بطل عالم، وعرف يخش ازاي مع الفريق. لا ده علامه استفهام، وطبعا ده حاجه كويسه جدا من المدرب، بيعرف يشتغل ازاي ويطلع الناس دي. الكلام ده ما بيجيش من فراغ، الكلام ده بيبقى قاعده نفسيه، دي حاجه صعبه جدا ان انا اقعد اتكلم مع لعيب وازاي تبذل مجهود، تجهز لعيبه وتجهزه نفسيا، تجهزه نفسيا ان هو يخش ويبقى من ضمن الناس اللي هو زي ما احنا بنقول ما عندناش لعيب اوحد. تمام. عندي برضو شهاب يمكن امبارح لعب مباراه كويسه، واداله كويس الشوط من بره. شهاب بيبقى ليه فلتات بيعرف يستغلها ازاي، ديفت بيعرف ازاي بياخد منه 3 4 دقائق اللي هي محتاجينهم شوطه من بره. شهاب سريع، لعيب سريع جدا، يعني لو راح بفنت انت مش عارف توقفه، يعني لو صحيح. بس ما تقربش منه. شهاب يتميز ان هو بيعرف يعمل الفنت ده، يعني محدش بيعرف يملكه. تمام. اعتقد ان احنا هيبقى المباراه دي انا مطمن لها بصراحه من بعد ما شفت حاجه كده. يا رب. ايوه كده، ايوه بدات تحضر، ايوه كده كده شفت حاجه، بدات تتعك في الفانوس السحري عشان تعرف لنا بس يا كابتن برضو في لاعب مهم جدا، وانا شايف يعني توفيقه بيبقى بيحيي الفرقه وبيدينا ضربات جزاء كتير وبيدينا اهداف سهله. دولا على الدايره، الكره اللي بتنزل له بيلف بظهره يمين وشمال، هو لعيب ليه ميزه كبيره انه بيلف باللعيبه في الاتجاهين على فكره، بالرغم ان هو يعني المفروض هو اشول، صح؟ صعبه جدا على المشكله بقى اللعيب الدايره بيبقى صعب. النهارده احمد عادل وعلى فكره برغم انه اشول بس بيلف من ناحيتين بس، هو طبعا بيلف على عدد ايده الشمال اكتر، بس النهارده دولا ممكن يفك لنا لوغاريتمات كتيره جدا. وياسر السيف كمان، وياسر السيف صح لو نجحوا النهارده توفقوا هيبقى ليهم دور كبير. طيب خليني يا السادة المشاهدين يعني افكركم بالتشكيل، واللي وصلنا حالا من ارض الملعب زي ما عودناكم، احنا طبعا معانا التشكيل ولكن بنجيب لحضراتكم التشكيل دايما من ارض الملعب. هو وصلني حالا، ثانيه واحده. تمام، هنبتدي بالنادي الاهلي. هنبتدي الاول، اول لاعب في تشكيل النادي الاهلي النهارده رقم 5 محسن رمضان، رقم 7 مصطفى خليل، رقم 8 شهاب عبد الله، رقم 10 رقم 9 اسلام حسن كابتن الفريق، 10 عبد الرحمن فيصل، 11 عبد العزيز ايهاب، 16 عبد الرحمن طه، 17 احمد مصطفى خيري، رقم 19 عمر سامي، رقم 22 احمد وليد ابراهيم، عندك رقم 24 محمد ابراهيم، رقم 48 محمد سعيد، و7 المصري طبعا، ورقم 72 ياسر سيف، وعندنا رقم 79 سيسا احمد هشام سيسا، وعندنا رقم 80 احمد عادل، وعندنا رقم 98 عمر خالد كاستيلو. طبعا رئاسة الجهاز مستر ديفيد ديفيز. ده التشكيل النهائي يا جماعه من ارض الملعب، من واقع السكور شيت مكتوب عندنا باللغه الانجليزيه، فسامحوني يمكن متاخر سنه عن بتاع. طبعا ده نزول كابتن احمد الاحمر في الشاشه زي ما حضراتكم شايفين، وبتلقى التحيه من جمهور وجمهور نادي الزمالك. نروح لنادي الزمالك، رقم 1 أكرم يسري، رقم 4 محمد علي رمضان، محمد هتلر، رقم 8 محمد البسيوني، رقم 11 أحمد النكادي، أحمد مصطفى، أحمد مؤمن صفا، أحمد مؤمن صفا، رقم 20 محمد هشام، رقم 23 عبد الفتوح أبو الفتوح حماصة، رقم 24 إبراهيم خالد، رقم 31 عمر الوكيل، رقم 42 حسن قداح، رقم 55 حازم محمد، رقم 62 إمام محمد، رقم 66 أحمد الأحمر، رقم 72 محمود خليل فلفل، رقم 77 شادي رمضان، رقم 88 كريم هنداوي، رقم 99 محمد عمر. وطبعا بيقود الجهاز زي ما قلت لحضراتكم محمد أو كابتن هتلر، قائم بأعمال المدير الفني أحمد رمضان هتلر، والمدير الإداري كابتن حمادة عبد الباري. ده كان تشكيل الفريقين. طبعا أكيد كل التمنيات للفريق. تالي احنا كده جاهزين نروح يا جماعة لأرض المباراة،
يلا بينا. خلينا نروح لصاله الامير عبد الله الفيصل واستاذن ضيوفي الكبار واستاذن جماهيرنا الكبيره العظيمه. ننتقل الى صاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيره استعدادا لانطلاق الشوط الاول من مباراه بطوله افريقيا لابطال الكؤوس لكره اليد ما بين الاهلي والزمالك، والمباراه الذي يفوز فيها سيتاهل مباشره الى كاس السوبر العام القادم مع معلقنا الكابتن الكبير ايهاب رجب. فالى هناك.